منذ البداية ما كنا نبخل أبدا بأي معلومات أمنية من شأنها أن تقوض تحركات عصابات داعش المجرمة أو أي جهة إرهابية تحاول أن تعبث بأمن العراق. عندنا عمليات أمنية قام بها الجيش العراقي، عندنا عمليات قامت بها أجهزة أمنية في الدولة مختصة، و حتى أعرفها بالاسم. تلك العمليات أطلقت عليها أسماء، أعرفها بالاسم وأعرف عدد نتائج تلك العمليات، وكانت هي بمعلومات منا. هذا ليس معيبا. الدولة اليوم تحتاج إلى كل أبنائها، وإحنا بالنهاية الجهاز من مشكل من كان العراق قاب قوسين وأدنى من الانهيار، يعني أكثر من ثلث العراق سقط بيد عصابات داعش. وبالمناسبة أستاذ عمار، أنا قايلها في يوم من الأيام في واحدة من القنوات، قلت أنه راح يأتي يوم يتنكر الكثيرون لتلك البطولات. أنا هذا كان في ذروة العمليات القتالية في عام 2015، وقلتها يشهد الله، قلت أنه سيأتي يوم يتنكر الكثيرون لتلك البطولات ولتلك الدماء التي قدمت من أجل العراق ومن أجل دفع الخطر عن العراق. إحنا ما كنا في يوم من الأيام كنا نشهد السبت الدامي والأحد الدامي والثلاثاء الدامي والخميس الدامي، وكانت هناك تفجيرات بشكل يومي تستهدف الفقراء والكسبة، وتستهدف يعني الآن مثلا أكو انفجار اللي صار قبل أسبوعين تقريبا أو أكثر في ساحة الطيران، رجعنا إلى تلك الأيام، إلى أيام الانفجارات اللي كانت تحدث بشكل يومي واللي راح ضحيتها مئات آلاف العراقيين. هب أبناء العراق ووقفوا، ما حد كان يقول ذاك اليوم في بعد 10 حزيران اليوم أطلقت فتوى الجهاد الكفائي وتشكلت فصائل كثيرة، ما حد كان يقول أن هؤلاء هم